فريق أرسنال مع بداية أحداث الشوط الأول. نشاهد ونتابع ساكا وحارس المرمى ياسين. ساكا يلعبها جول الطرف الأيسر، يبحث عن كرة الآن، عادت إلى الخلف، حاولت إعداد الهجمة مع اللاعب بين وايت، يلعبها على الطرف الأيسر، استلام للكرة بصورة ممتازة من جابرييل جيسوس، نقلة محاولة، هذه خطيرة، هل من هدف؟ الكرة لا زالت قائمة، الله! je 3-0, a izgleda da nema. هو اكيد راح نشاهد خط المقدمه ساكا على الاطراف، وايضا مع تحركات زينتشينكو اكل الاسم الجديد المتواجد. لاحظ الخطا، يا سلام. ذات هذه المواجهة يا من يشاهد ويتابع معنا عبر قناة الشارقة الرياضية هنا في مباراة أرسنال الإنجليزي وفريق إشبيلية. لاحظ الكرة مستمرة، خطيرة، لكن أبعد حارس المرمى، والتسديدة والمتابعة، الله 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 الله. إذا الطرف الأيسر، لكن بعد ذلك الكرة مقطوعة لمصلحة فريق إشبيلية. محاولة الآن للتقدم، لكن كرة بعد ذلك، يا سلام على المرور بصورة ممتازة، نقلة أمامية، هذه خطيرة، هل من هدف سادس؟ الهدف السادس، نعم، أصبحت ستة أهداف الآن لمصلحة